السلام عليكم. إليكم طريقة الانضمام إلى الاجتماع. أولاً نختار صفحة الفرق، بعدها نختار الفريق المطلوب. في صفحة المنشورات نلاحظ ظهور إشعار خاص ببداية الحصة، تعني بأن المعلم قد بدأ بالدرس. نختار زر الانضمام. قبل الدخول إلى الفصل الافتراضي، تأكد من إغلاق الميكروفون. بعدها نختار بطاقة الانضمام الآن، والآن أصبحت منضماً إلى الحصة. نلاحظ ظهور مجموعة من الأدوات في الأسفل. للمشاركة اختار أداة رفع اليد. عند وجود أي استفسار نختار أداة المحادثة. نكتب الاستفسار ثم نختار أداة إرسال، ولمشاهدة تفاعل الفصل نختار أداة إظهار المشاركين، وللخروج نختار أداة قطع اتصال. وبعد الانتهاء ستكون الحصة مسجلة في قسم المنشورات.